يجب التفرقة بين الخلافات أو العيوب الجوهرية اللي في الراجل اللي ما ينف... اللي يستحيل معاها العشرة، اللي هي في الحالات دي لازم يستوجب أو المرأة تاخد القرار بأنها لازم يبقى فيه طلاق. عيوب يعني يجب تفرقة بين العيوب جوهرية وفي عيوب ممكن المرأة تتعايش معاها وتستكمل حياتها ويبقى فيه أمل أن الحياة تبقى كويسة. العيوب الجوهرية زي أن الراجل مثلا يكون بيضربها بصفة دائمة ضرب مبرح أمام أولادها، يكون بيتعاطى، يكون بيسكر. في الحالة دي لازم يبقى فيه ألارم عند السيدة، بما أنت أن الغريزة الأساسية اللي بتسيطر عليها غريزة الأمومة وأن هي عايشة أساسا عشان أولادها، أن لازم ساعتها تاخد قرار بأنها لو استمرت في الحياة بالصورة دي أثر على حياتها المستقبلية. هي دي بس الأسباب يا يعني أنا, أنا بقول أن يجب المرأة يكون عندها ألارم أن في أسباب جوهرية تستحيل معاها العشرة، وفي أسباب ممكن نتعايش معاها زي ما المشكلات اللي هي العادية بقى، يعني اللي هي العادية اليومية اللي تقدر تتغلب معاها تتغلب عليها. زي ايه المشكلات العادية؟ يعني الاختلاف في الآراء، دايما طريقة تفكير الرجل بتختلف عن طريقة تفكير المرأة. الرجل غالبا بينظر للشيء ككل، المرأة في تفكيرها تفاصيل. دايما بتبص للتفاصيل مش بتبص للشيء ككل. بس هو العادي عندي ممكن يبقى مش عادي عند حد تاني، يعني اللي انا اقدر استحمله ممكن حد تاني ما اقدرش استحمله، فمش معنى اللي ما تقدرش تستحمله دي تبقى وحشة مثلا. أكيد أكيد، لأن طبعا كل بني آدم في فروق فردية بين الأشخاص، وفي فروق في التحمل، قدرة الشخص أو الزوجة على التحمل بتختلف من زوجة لأخرى. تمام. في زوجة ممكن تتحمل وفي زوجة ممكن ما تتحملش، يعني فتستحيل معها الحياة. طيب دكتور عمرو، طبعا يعني ياريت نسمع رأي حضرتك في موضوع أن دلوقتي إيه رأيك، أو أنا سمعت يعني مش عارفة هتصححني لو كنت مخطئة، أن دايما اللي بيقول أنا عايش عشان خاطر الولاد أو هي الظروف بقى حكمت فأنا مضطر أو مضطرة، كلمة مضطر دي أعيش، ده كده إنسان ضعيف. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على استضافتي. الكلام ده جزئيا ضعيف. مش انا مش قابله قوي، بالذات الفترات الاخرانيه دي اللي بقى فيه طلبات طلاق كتير قوي غير مبرره. يعني احنا بنتكلم، بس ما خليني ابتدي بالاكستريم ده. في دلوقتي ناس كتير مجرد الاشتباك العادي اللي المفروض ينتج عن هذا الاشتباك اتفاق، احنا مش هنعرف نمشي المركب مع بعض الا لو الاول حصل صدام بيننا وبعدين عملنا له تيمينج ترويد. تمام. ووصلنا لاتفاق معين عشان الدنيا تمشي. كل واحد له مهام معينه. اول ما الناس دلوقتي بتتجوز ويبتدوا يشتبكوا مع بعض اشتباكات طبيعيه جدا ما له علاقه بماليات الاسره. تمام. او العلاقات مع العائله الكبيره او طريقه اداره الحياه، لسه بنتفاهم وبنتعرف على بعض، يقول لك ايه، لا انا خلاص الحياه دي مش عاجباني وهفضل على موقفي ده علشان لو تنازلت اول مره مش هعرف اكمل بعد كده وهيتاخد حقي. كويس. تمام. بس انا برضو عايز افرق، يعني الدكتوره كانت فرقت بالعرض، انا عايز افرق بالطول. المستويات الاجتماعيه فيها ثقافات مختلفه فيما يخص تمام فكره الطلاق. يعني الاخوه الكرام اللي كانوا في ريبورت في الاول ناس قالوا كلام طيب جدا، احنا يا جماعه تربينا وتعودنا على انه الست تستحمل وتستحمل وتستحمل وتتنازل عن حقوقها. تمام. الماديه والعاطفيه والجنسيه الى اخره علشان المركب تمشي، علشان الولاد ما يضيعوش. هي كده بتمشي والولاد ما بيضيعوش، ده الفكر القديم. حقيقه الامر دي ثقافه عامه ثابته وراسخه. مش هقدر قوي اقول لك ده صح ولا غلط الا اني هقول لك وجهه نظري. اتفضل. نفس الفكره دي ساعات الافراز بتاعها والنتيجه بتاعتها بيكون اذى للولاد اكبر من لو كان تم الانفصال وان الناس تبعد عن بعض. اختي الكريمه في ريبورت هي اقوى واحده اتكلمت يعني بمنطق، قالت لك انتوا بتسالوني على ايه؟ طب انتوا ليه ما بتسالونيش على جوزي اللي انا اتطلقت منه ابو العيال اللي كان بيضرب ويشتم ويشرب مخدرات ومش شايل اي نوع من المسؤوليه؟ هي قالت انا انفصلت عشان ولادي، يعني انا علشان الولاد. علشان الولاد. هي دي بقى الفكره. يعني قصه الانفصال احنا بنيجي نتهم الستات دايما واجتماعيا كده نقول لهم في الطبقات الـ 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 الفقر وانتي طالعه لحد الطبقه المتوسطه، يقول لك ايه انتي عايزه ايه يعني؟
ظل راجل ولا ظل حيطة. ما كفاية انه عايشة مع اولادك وبيصرف عليكي وخلاص. وياريته كمان بيصرف. ده في دلوقتي شريحة ضخمة جدا من الرجالة قاعدين على القهوة طول الليل وطول النهار نايمين، والست بتنزل تشقى وتشتغل الى اخره. خدوا بالكم يا جماعة بس عشان الناس كتيرة بتشتبك معايا بعد كده، انا بتكلم على مجموعة كبيرة جدا من الشعب المصري، مش هقول السواد الاعظم، ولكن في مستويات مختلفه. مش دول يعني اللي بيطلعوا التلفزيون يتكلموا كل يوم، خدتي بال حضرتك؟ فلا، الست لازم يبقى عندها احساس بالعزه والكرامه يؤهلها لانها تزرع جوه اولادها العزه والكرامه. لانه من الاذى الضخم اشوفها، يعني ما ينفعش ولادي يشوفوني كده. يعني الله يفتح عليك، احسنت. ازاي يشوفني انا بقبل الذل والاهانه واطلب منه بعد كده ان هو يبقى عنده كرامه؟ عايز اعلق برضو على كلمه حضرتك قلتيها في الاول قويه جدا. بتقولي الولاد اذكياء وبيفهموا. انا بقول دايما لاصحابي خدوا بالكوا، احذروا، ولادنا اذكى مننا بكتير. كويس، بيحسوا بكل حاجه. افراز الانفتاح العالمي على التكنولوجي، على المعلومات والبيانات، عمل نسميه اسوسيشنز. دماغهم بقت مليانه حاجات شبكه في بعض، بتطلع معلومات وبيانات. علت عندهم القدره على الرؤيه، القدره على الحكم على الامور. لا ده بيفهم البصه، يعني الطفل كده بيفهم بصه الاب، البصه القهر، بيفهم بصه الحزن في عينين باباه او مامته، بيفهمها. دي مهم، عماله تقولي كلام مهم قوي يا جماعه، استنيني. البصات دي سوري يا دكتور، الحته دي مهمه. الولاد بيتعدوا من احساسنا. شفت بتقولي بيفهم البصه؟ ده من غير بقى بصه خالص. الاب او الام اللي عايشين في البيت بيخرجوا من جسمهم وكيانهم، سموها فايبز، موجات كده، موجات حب وخير وود ورأفه ورحمه ولطف. المفاهيم والمعاني دي الولاد بيطلعوا شبعانين بيها ومنها. الاب والام اللي على طول في انفعال وغل وصراع وشك ورفض، الولاد بيطلعوا حاسين بان الدنيا كلها بترفضهم وتنبذهم. متاسف قطعت حضرتك. دكتوره كان عند حضرتك تعليق على ده في التعامل مع الاولاد يعني. بس انا عايزه قبل ده انوه اني يعني من الرسالات بالنسبه لحساسيه المراه، وخصوصا انا هختص بالحديث المراه المصريه. في دراسه اتعملت في فرنسا على 200 مراه على مستوى العالم، وجد ان المراه المصريه لها المركز الاول في انها اكثر مراه حساسه في مستوى، على مستوى النساء. في واحده ثانيه حساسه دي طلعوها نكديه بس. لا نكديه دي انا عارفاها، بس على فكره هم برروا هي ليه نكديه. يعني هي الدراسه دي بس هم برروا هي ليه نكديه، لان الظروف بتاعه المراه المصريه بالمقارنه بالنساء على مستوى العالم، الظروف المادية أسوأ ظروف مادية. لا الظروف بتاعة قولي بس، قولي أنا بقى حكاية نكادية دي هبقى أعلق عليها بس بعدين. بس لا أسباب يعني بس مش نكادية دي. أنا مش هقولت شيء. نبدأ بقى نستقبل تليفونات السادة المشاهدين. معنا إيمان من اسكندرية. ألو صباح الخير. صباح النور، أهلا بيكي ومشرفانا دايما ببرامجك الجميلة. ربنا يخليكي مدام إيمان، اتفضلي. إيه رأيك في عارفة سؤال الحلقة النهاردة؟ ايوه اتفضلي. هو سؤالي انا الوحيد ان انا ولادي في مراكز مرموقه، طب بشري، صيدله، طب اسنان، والحياه مستحيله معه. ويعني المبدا اللي هو ماشي معايا بيه ان انا كم مهمل في البيت. الحياه مستحيله مع زوجك حضرتك؟ مش عايزه تكملي معاه. فالولاد كبار مراكز، يعني واحده بنتي متجوزه ابن اخويا في المانيا صيدلانيه، ابني دكتور اسنان برضو هيتجوز قريب، ابني الكبير دكتور في مصر، واخده بالك؟ فانا دلوقتي مش عارفه يعني المراكز ولادي هل انا اسيبه ولا اعمل ايه؟ مش عارفه. طيب حياه معاه مستحيله. حضرتك بتشتغلي؟ مستحيل. حضرتك بتشتغلي ولا ربة منزل؟ انا كنت في تربيه وتعليم، وخدت طلعت معاش بقالي 6 سنوات، وسني 66 سنه، بس تشوفيني يعني صغيره يعني، ما تدينيش السن. فما تعرفش هو غيره منه. هو كبير يعني 72، فرق بيني وبينه 6 سنين. اكبر منك بقد ايه؟ 6 سنين ونص. 6 سنين مش كتير، مش كتير. تمام. طيب حضرتك اتكلمتي معاه في الموضوع؟ لا ما بياخدش ويدي، وهو ريفي طبعا، فطبعا انا مش عارفه اتفاهم معاه، والحياه مستحيله. هو ايه معلش الدكتور بيسالك، هو ماله؟ بخيل، زائد ان هو اهمال، مهمل، مهمل انا مع بالنسبه له في البيت. تمام. والولاد مراكزهم ممتازه، يعني اتعامل ازاي معاه او اعيش اكمل الحياه ازاي؟
طيب فكرت ان انا اطلع في شقه، طبعا الكلام هيكتر بالنسبه لوجودي في شقه مثلا انفصال من غير الطلاق. طبعا ده في الحياه الاجتماعيه مش مظبوط يعني. انت طلبتي الطلاق قبل كده مدام ايمان؟ مستمع يعني ما هو سعيد هو يطلق بس عاوزني اكثر انا انزل اطلق معايا. انا طبعا هو معاه يعني مهندس بحري عنده مبلغ يعني كم من المال، عمل قرش بناء سفن سياحيه في الاقصر واسوان يعني معاه فلوس. ناس كتير بينصحوني ان انت خساره وكده، انا ما عارفه كله اللي الولاد، انا مش عايزه حاجه. معلش سؤال اخير يا مدام ايمان، سؤال اخير وهخلي ضيفي يرد على حضرتك. حضرتك عارفه الكلام ده يعني من زمان شايفه منه ولا هو فجاه بقى كده؟ كتير وبقالي 20 سنه اكتر يعني زي الاخوات. 20 سنه وقبل ال 20 سنه كان برضو نفس المعامله ونفس بتاع، لان اسلوبه هو من الناحيه الريفيه بخيل. ما اعرفش طيب اعمل معاه ازاي. حاضر يا مدام ايمان، انا بشكرك على تليفونك ونسمع تعليقات الساده الضيوف. دكتور عمرو حضرتك عندك تعليق اتفضل. يعني احنا ما فهمناش قوي الاسباب، وفي فرق كبير قوي بين اللي عندهم ولاد عندهم 5 سنين وعشر سنين واللي عندهم ولاد ما شاء الله يعني رجاله وستات كبار ومش عايشين في البلد الى اخره، والزوج الاستاذه ايمان راجل محترم جدا واضح. بس هي اللافت قالته، هي قالت خدت بالك من انا خدت بالي، الله يفتح عليك. هي الكلمه دي بقى ليه استوقفتني برضه، مميته. اكتر حاجه يا اهل الخير من الرجال تاذي الست، يعني لو انت عندك شويه بخل وان كان ده طبعا وحش في الرجاله، لو انت عنيف بره مع اصحابك وزمايلك وحتى ممكن تتعدى على مراتك بكلمه كل 3-4 اسابيع تقول لها انت مضايقاني ولا بتاع، مش كلمه جامده يعني، ده لا يسمح للراجل بانه يزهد المراه. ولو انت برضو في حاجة مهمة نقولها في البرنامج، في شريحة كبيرة من الرجال عندهم مشاكل عضوية لما يخص المعاشرة مع زوجتهم ويستكبروا قوي ان هم يطلبوا مشورة. يعني حتى من زمايلنا الأفاضل بتوع أمراض الذكورة يقولك أنا ما بقتش بقعد زبايني مع بعض عشان بس ما يدخلش راجل يلاقي راجل تاني قاعد فيتكسف ويتكسر. بنقول يا جماعة، لسه حد من زمايلي قايل لي كنت بستشيره في حاجة فيما يخص أحد المرضى اللي عندي، قال لي أنت دلوقتي العلاجات بتاعت اضطرابات الانتصاب والقصف والمشاكل اللي هي المرضية العضوية معظمها ليها علاجات وعلاجات يسيرة، معظمها ليها علاجات وعلاجات يسيرة. تمام. قصة الزهد في المرأة ممكن يكون لسبب من اتنين، اما انه عنده علاقات متعددة في الخارج وهو لان مراته بيشوفها كتير وخد عليها او سنها كبر شوية فتفاداها، او انه يكون عنده سبب عضوي. النهاردة اللي عايز بس اركز عليه مع حضرتك للناس تنفعهم كلمة، اللي عنده مشكلة ما يتكسفش، لازم يروح يكشف وياخد علاج، لان العائد بتاعها عليه طيب اجمل من العائد بتاعها على كمان شريكه حياتها. تمام. طيب دكتوره شيرين، حضرتك شايفه الوضع ده ايه؟ هل هي تنفصل ولا لا؟ لان هي محدده السؤال بتاعها، انفصل ولا كمل؟ الحقيقه انا شايفه ان حقها في الحياه والضرر النفسي اللي هيعود عليها من انها تكمل هيبقى اكبر بكتير قوي من اي يعني من اي ضريبه هتدفعها لو فضلت معي. انا شايفه ان هي تنفصل، بس هي برضو خدي بال حضرتك قالت يعني انا مش هقول تنفصل ولا لا، انما هي قالت حاجات مهمه جدا، قالت لك انا لو مشيت هيبقى شكلي ووضعي اجتماعيا عامل ايه. الحاجه الثانيه انا تون صوتها برضو واضح جدا ان عندها اكتئاب وانعزال عن المجتمع، او الانعزال عن المجتمع ده احد اعراض الاكتئاب. ما تروح تعالج الاكتئاب وتحاول تتكلم مع حد تحسن شويه من جوده حياتها. طب وبالنسبه للسبب بتاع الاكتئاب اوديه فين؟ اكمل بس دي مهمه. الاكتئاب نوعين يا جماعه كبار قوي، نوع اولي ونوع ثانوي. اللي حضرتك بتتكلمي عليه كما ذكرت الاستاذه ايمان اكتئاب ثانوي مسبب. انا عندي دايما علامات استفهام كتيره قوي، لانه لو السبب اتشال في تون صوت زي الاستاذه ايمان المشكله هتتحل ابدا. ده هي بتقول لك لو بعدت عن الشقه بتاعتها اللي عايشه فيها، انت متخيله تكوني عايشه 40 50 سنه في فيلا ولا في بيت وبعدين تسيبيه تروحي مكان تاني بطولك في سن 66 سنه، وقع ده على نفس البني ادم عامل ازاي؟
متخيل انك دايما عندك اسوسيشن في حياتك في دماغك براجل بيطلع وبيدخل عليكي عامل ازاي؟ انت عارفه حضرتك نسبه الاصابه بالاكتئاب بعد الخروج على المعاش قد ايه؟ نسبه ضخمه جدا جدا. ده اللي انا بتكلم عليه. القصد في انه لو هي بصه بس على زوجها وعلى المشاكل اللي بتتعرض لها معاه، مشاكل اللي بقى لها 40 سنه، طب ما تيجي نبص في ناحيه ثانيه يا استاذه ايمان وتشوفي انت ليه حياتك بقت فاضيه فجاه كده خالص؟ اولادك مشي واتجوزوا، سبتي الشغل، جوزك راجل زهدك وبعد عنك وعنده درجه من الاهمال تجاه حضرتك كبيره، ولكن هو ده معناه انك تمشي ولا تدوري لانك تدخلي معطيات جديده في حياتك؟ معطيات زي ايه يا دكتور؟ زي انها تعمل علاقات اجتماعيه جديده وتهتم بصحتها وتهتم بشكلها وتسافر تتفسح في الاخر بقى على المعاش دلوقتي ما شاء الله والدنيا. طيب. كويس. هي كانت انا سالتها الحقيقه سؤال كمان بخصوص ان انت عارفه يعني دي يمكن بقى ايه مشكله سيدات كتير. انت من اول يوم جواز شفتي ده، من اول يوم جواز شفت صفات مش عجباني، بغض النظر عن ان الصفات دي ممكن تعجب حد تاني ولا لا، اكمل ليه؟ تكمل عشان في هوب، في امل ان هو يتغير، عشان في امل ان هو لما يبقى عنده اطفال ان هو يتحمل المسؤوليه ويقدر يعدل ويقوم من سلوكياته الخاطئه معاها وطريقه معاملته السيئه ليها. بس الحقيقه اللي انا شايفاه ان هي لازم تعمل بريك، لازم تنفصل لفترة عشان تستعيد نفسها. واضح ان هي خلال السنوات اللي عاشت فيها معاه وانجبت اطفال هي بتشهد ان مراكزهم عالية، لازم تنفصل عشان تدور على نفسها. واضح ان هي تحدد هي عايزة ايه بتاعها اختفى في وسط عمليات الاسقاط اللي بيعملها. هي لما جت تقول له وقالت لي ما بياخدش ويدي في الكلام، يعني ما بيسمعش اصلا. انا شايفة ان هي قبل ما تاخد خطوة برضو الانفصال لازم تواجهه. في ستات كتير ازواجها بيبقى فيهم عيوب لكن ما بيواجهوش، بيلتزموا الصمت، وده غلط كبير جدا. لازم يبقى فيه نقاش. هو اللي بيلتزموا الصمت دول بقى بعد كده بيحصل ايه؟ اللي بيلتزموا الصمت ناس كتير بقى بالمره كده احيانا مش فاهم ان مراته عندها مشكله، مش فاهم ان هو اذي مراته نفسيا، ده مش واصل له مع مشاغل الحياه وان هو عايز يحقق لهم مستوى عالي هو هي واولادها. هو اصلا مش واصل له ان في مشكله، لان هي بتحاول تمشي الدنيا بس مش قايله له انا يعني اعمل ستوب، انا نفسيتي متضايقه من كذا، ما بتقولش، فده بيعمل مشكله هو مش فاهم. هي لازم تقول له، لازم تواجه ده فيرست اوف اول. تاني حاجه لازم تاخد راي ولادها، لان راي ولادها هيكون مؤثر قوي في نفسيتها. تالت حاجه لازم تدور على، هي ادت رسالتها وبتقول ان هي انجبت اولاد وما شاء الله وصلتهم لمراكز عاليه والحمد لله اولادها ناجحين، خلاص تقعد بقى تدور على نفسها اللي تم فقدانها خلال السنوات اللي فاتت. انا بقى عايز، انا موافق حضرتك بس انا عايزه تدور على نفسها وهي لسه جوه بيتها. الحاجه الثانيه موضوع ولادها اللي هتاخد رايهم، مين الاطباء والصيادله والناس الطيبين دول اللي هيقولوا لمامتهم اللي عندها 66 سنه اتطلق يمشي يسيب البيت؟ كل واحد شاف حاله وشاف حياته، بيصبح ان الاب والام هي ما بتبقاش قادره. يا دكتور هي بتبقى خلاص واصله لمرحله انا مفيش ست هتطلق الطلاق في السن ده الا اذا كانت فعلا تعبانه. ولادها هيقولوا لها ايه؟ الطبيعي ان هم هيعرضوها لضغط اكتر. بس النقطه اللي ناقصه برضه عشان الدايره دي تكمل، ليه الستات ما بيفكروش بارشلي يعني 5% في اسباب ان الراجل بيبعد؟ يعني رجاله وحشين كتير قوي ومؤذيين وعندهم جفاء عاطفي وخرس زوجي والحاجات اللي بنقعد نقول عليها دي، انما ليه ستات كتير بتبقى بتتعامل مع زوجها بعنف وشراسة ومش مهتمية بيه ويمكن مهتمية بشغلها أكتر وبصحابها وخروجاتها والجمعيات الخيرية اللي بتروحها وإلى آخره، وبعدين تيجي تقولك بعد 20 سنة أنا أصل جوزي بعيد عني وما بيطبطبش عليا. تمام. هي كمان بيه. تبحث عن السبب أو فالقصد إن هي ليه ما هو ده الكلام بقى، يعني هو ده الحوار اللي بقول هي لازم تدور على ذاتها وتحلي وتجود من حياتها. لأنه الستات يصطدموا معايا ليه؟ تقولي انا ما انا مش قادره، انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بقول لها هو نفس السبب هو اللي ادى للنتيجه دي، ما تحاولي انت تركزي في السبب. يعني ان كان الراجل بيبعد، في بعض الرجال بيبعدوا لان الست مش منتبهه لنفسها او ليه كويس، وعندها ادعاءات قويه جدا تعتبر وتحترم. انا بس يا دكتور يعني اللي بيبعد ده مش بيبعد ويطلق ولا بيبعد ويسيبها في حالها، لا هو بيبعد وهو وهي لسه على ذمته. ليه؟ انت عندك الرجاله في مصر دلوقتي يقولك انا ادام مكفي بيتي محدش ليه حاجه عندي. يعني قصه الراجل اللي يروح حاطط في دماغه انه يطبطب على الست اللي معاه دي يعني مش موجوده قوي في ثقافتنا. المنتاليتي دي مش موجوده عند المصريين اصلا.
تمام. يعني الراجل يطبطب على الست سوري يعني، بس طيب. المنتاليتي مش موجود عند الثقافه نبدا بقى يعني. نستقبل المزيد من الاتصالات. استاذ جابر من الاقصر، الو. قطع. استاذ جابر حاول تكلمنا تاني. ولاء من الجيزه، ولاء معانا؟ الو الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ولاء. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. علي صوتك شويه، صحصحي كده يا ولاء، نصحينا خلاص. الو اتفضلي، سامعينك. صباح الخير. صباح الفل، اتفضلي. ازي حضرتك؟ ازي ضيوف الكرام؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. بقول لحضرتك دلوقتي، انا جوزي مهملني تماما. مهمل؟ مهمني تماما، وفي نفس الوقت بيشرب جامد جدا، وبيجي عليا انا والبنت كتير جدا. وفي نفس الوقت عندك اولاد قد ايه؟ عندي بنت واحدة عندها 13 سنة. في نفس الوقت عمل مشاكل كتير جدا، وكان كل ما يمسك شغلانة يسيبها. والحقيقة بينا مستمر اهانات زيادة عن اللزوم وضرب يعني، وحاجات تانية فظيعة جدا بيعملها معايا من كتر الشرب اللي هو بيشربه. ومفيش عائد مادي الا هو، وهو بيعتبر دلوقتي كان بيشتغل وقاعد من الشغل. وكل ما يشتغل شغلانة يسيبها بسبب الشرب اللي هو بيشربه، ومش عارف اعمل ايه. انتي بتشتغلي؟ لا لا ما بتشتغليش. اي اسئلة ممكن نسألها؟ البنت هي عندها بنت صح؟ طب اسمعيني دقيقة. بنتك شايفة الموضوع ازاي؟ بنتي على طول محبطة، كل حتى ما تطلب منه حاجة بيقعد يزعق لها، اجيب منين اعمل منين. كله ما تعوز منه حاجة يقعد يشتمها ويضربها، وانا نفس الحكاية. انتي بيضربك انتي كمان؟ ايوه بيضربني انا وبنتي. بيضربك انتي وبنتك؟ وبنتك بتشوفك وانتي بتتضربي مش كده؟ دلوقتي حضرتك في اولى اعدادي، ومفيش كل حتى مصاريف الدروس، مصاريفنا الحياة اليومية، لدرجة ان انا لو عوزت اكل او اشرب او اي حاجة بضطر اجيب من والدتي. واهانات ومش عارفة. طب هي تعلمها ايه؟ طيب انتي خريجة ايه دكتورة بتسألك؟ انا معايا دبلوم تجارة. دبلوم تجارة شغالة. بس مش اي اسئلة دكتور؟ لا عايز ارد عليها عشان. طيب دكتور عمرو عايز يرد عليك يا ولاء. ماشي اتفضل. اتفضل يا دكتور. انا علشان موضوع الشرب انا هتكلم من وجهة النظر بتاعة المدمن. عشان موضوع الادمان والشرب ده ليه يعني نص شغلي تقريبا. انا عايز اقول لكم يا جماعه، في عين من هو مدمن على المخدرات، الزوجه اداه. يعني ايه الزوجه اداه؟ مش يعني بني ادم يعني يستخدمها لما يعود على مزاجه بحاجه كويسه، زيها زي الشرب اللي بيشربه، انما على مستوى الانسانيه منعدمه تماما. عشان كده انا انصحها بقى، اقول لها ايه، والحمد لله والدتها موجوده وبتساعدها. لازم يا بنتي، مرض الادمان ليه علاج، علشان تلوي دراعه شويه وتحاولي توصليه للقاع بتاعه اللي يخليه يبتدي يتحرك في السعي وراء علاج، لازم تبعدي عنه. طب هو مدمن مخدرات ولا هي بتقول بيسكر؟ هي قالت بيسكر. بيشرب، قالت بيشرب. شرب في الادمان يعني كل انواع المخدرات، كل انواع المخدرات. وعموم القول، الخمر ما خمر العقل، تعريف المخدرات والمنشطات، اي حاجه بتخرج البني ادم عن وعيه. اللي بيبقى خارج عن وعيه هيقدر يعتبر لزوجه او بنت او ام او اب؟ لا طبعا، ما عندوش اراده، ما يقدرش يتحكم في نفسه. هو غير مسؤول يا دكتور، هو كدا. شخص غير مسؤول. هم هي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ احنا بنقول اكتر الناس اللي بييجوا يبطلوا هم اكتر الناس اتعرضوا لضغوط من الحياه. اللي يقول لك اتحبس واتسجنوا عليه قضايا واتضرب في الشارع واتمسح بيه البلاط وعمل عمليات وكان هيتجنن وربنا سترها وعايش لحد دلوقتي. تمام. ودخل في اوفر دوس وما ماتش وكذا. فبقول لسعاده الزوجات اللي زي اختي الكريمه كده، حاولي انت كمان تبقي من الادوات اللي تزقيه لانه يتعالج. ازاي؟ عمره ما هيسمع كلامها مباشره، ولكن ابعدي يا ستي روحي عند والدتك شويه انت والبنت. هو لا بيصرف عليهم، ولا طبعا قائم باي واجبات زوجيه تجاه ولا ليه اي وجود خالص، واجبات ابويه تجاه البنت. بعدي شويه، لعل البعد هيبقى احد الضغوط عليه اللي لعلها مع وفاهمين انا بعد علشان انت تتعالج، لاني مش قادره احتمل الحياه معاك كده. وبيضربوا وبيشتموا وبيهينوا وبيبهدلوا. هو نفسه مبهدل نفسه، هيحترم مين جنبه؟ وخارج عن عقله. تمام. طيب. الحقيقه لازم تقعد معاه هي وبنتها، بس وقت ما يبقى فايق، يعني ما يبقاش اندر، ما يبقاش تحت تاثير المخدر. بس خدي بالك يا دكتوره، وقت الشرب اللي بيشربه كتير ما بيبقوش فايقين. ايوه بس مش هيفضل يعني 24 اورز، اكيد في وقت بيبقى فايق. يا شارب
يا اما بيجري علشان يجيب عشان تاني يشرب. لا لو يعني هذا الشخص اللي هي بتقول بيصرف الفلوس بتاعته كلها كان في الشغل بيقول لك يستخدمهم ادوات ده في رجاله دلوقتي هو ما عندوش شغل انا مش يعني مفيش يا جماعه اي سبب يدعو لتكمله الحياه معايا مفيش يعني. مدمن بيقدر يستمر على وظيفه اوكي بس هي قبل ما تبعد قبل ما تبعد عنه لازم تقعد تتكلم معاه ولازم تحسسه بالمشكله ممكن هو يكون مش واصل مش مركز معاها اصلا المدمن لا يعتد بكلامي يا دكتوره لا هي يعني ما اعرفش بس يعني انتوا بس هي واضح يعني ده من العيوب الجوهريه اللي احنا ذكرناها في اول الحلقه اللي هو السكر العيوب الجوهريه اللي هي صعب ان هي تكمل تمام طيب فرضا ان خلاص قررنا ان او يعني قرر الزوجين ان خلاص هننفصل وفي اولاد طبقا طبعا للفئة العمرية افهم الولاد ازاي ان احنا هننفصل في موقف في موضوع زي لا ده لا مش موضوع زي ده في عموما في المجمل والمطلق لا انا بحب الطريقة الكلاسيكية جدا بتاعة الانفصال اللي هو يا جماعة علشان حياتنا كلنا احنا الثلاثة او الاربعة او الخمسة تبقى احلى بابا هيعيش في بيت وماما هتعيش في بيت البيتين دول هيبقوا بتوعكوا بدل ما انتوا عندكوا بيت واحد تمام هيبقى عندكوا بدل اللعبة اتنين ماما وبابا بيحبوكوا هيخرجوا معاكوا هما الاتنين مع بعض انا بقول لك بقى اللي هي يوتوبيا اللي هي المدينة الفاضلة اللي في ناس كتير قوي بيعيشوها بس معظم الطلاقات ناس كتير بس معظم الطلاقات بتبقى عن طريق محاكم قصة مختلفة خالص لا انا بتكلم في العادي في العادي هو ده الكلاسيكي بيجي الاب والام بيعملوا ايه بيقعدوا هم دول بقى اللي يجتمعوا مع الولاد بس ده نادر على فكرة لما بيحصل بس موجودين دلوقتي الثقافة العامة بقت قائمة من اول كام سنة يفهم من اول 3-4-5 سنين لحد اللي اتخرجوا من الجامعة احنا يا جماعة الافضل لينا الكبار يقول لك ايه احنا الافضل لينا احنا لو بتحبوا ماما وبابا ان احنا كل واحد يعيش في بيت تمام الصغيرين بنقول للولاد اللي ينفعهم هم احنا لما كل واحد هيعيش في بيت العائد ده عليكم انتوا افضل طيب ولازم يخرجوا يبقى ليهم يعني يوم في الاسبوع يخرجوا كلهم مع بعض عشان ده حتى ايفن لو كانوا منفصلين او مطلقين تمام. عشان ده لنفسيه الولاد هيبقى سايب اثر نفسي كويس عليهم تمام ناخد نهال من اسكندريه ايوه نهال اتفضلي ايوه بصي حضرتك انا كان عندي مشاكل كبيره جدا كثيره جدا مع جوزي تقريبا من يوم ما اتجوزت انا معايا منه دلوقتي 3 اولاد وحصل انفصال وكان دايما قدام ولادي خناقات ومشاكل وضرب وشتيمه لدرجه ان انا ابني كتير كنت بعالجه نفسيا عنده 6 سنين من كتر اللي كان بيحصل قدامه فانا قررت ان احنا نبعد زي بعض من كتر قله الادب اللي كانت تحصل ما بيننا فانا دلوقتي خلاص انفصلت عنه انا عندي 32 ومعايا 3 اولاد 32 سنة تمام انا بقالي دلوقتي 9 شهور داخلة في سنة ومتقدم لي عريس انا مش عارفة يعني انا مش عارفة اقبل على الخطوة دي مترددة عشان خاطر ولادي وفي نفس الوقت انا ابوهم شايل مسؤوليته خالص مش ما كانش بيشيل معايا مسؤولية وهو معايا في البيت فأنا مش عارفة أعمل إيه أفكر في ولادي ولا مش عارفة طب نهال أعمار أولادها أعمار أولادك قد إيه دكتورة بتسألك 6 طيب نهال حاولي تكلمينا تاني أنا مش محتاجة أعمار الأولاد ونوعهم تمام طيب أستقبل بس تليفون أحمد من المنصورة الأول بس عشان بقاله كتير وأستاذ أحمد سلام عليكم على الاتنين مع بعض أي فندم تفضل أستاذ أحمد معك أحمد مكاوي من مقاطع مركز السنبلاوين أهلا وسهلا تفضل حضرتك الدكتورة اللي مع حضرتك بتقول للست اللي هي تنفصل هي وزوجها يخرجوا مع بعض والأولاد معاهم طب الست ده هتتجوز ولا جوزها يسيبوها ولا هم يقعدوا طول العمر مطلقين المفروض طبعا في غيرة وفي استقرار ازاي هتتطلق منه وتمشي معاه تاني في مكان ازاي يعني انا بسأل السؤال ده معلش تمام اي اسئلة تانية يا استاذ احمد شكرا استاذ احمد الو شكرا طيب دكتوره معلش جاوب الاول استاذ احمد على لفت نظر الجزئيه دي عشان نوضحها للساده المشاهدين الحقيقه هو اكيد الاب والام بيحبوا ولادهم فلازم يجوا على نفسهم علشان خاطر ولادهم هم شايفين اللي يريحهم اللي يحقق لهم سلام نفسي الانفصال ان هو كل واحد فيهم هيبقى منفصل او مطلقين بس علشان الولاد
عشان الولاد دول يبقوا في صحة نفسية جيدة وصحة وعندهم سلام نفسي بعد الطلاق لازم احنا نيجي على نفسنا عشان نحسسهم مش نتعامل مع بعض كويس. يعني اصل طب فرضا معلش يعني هو فرضا ان فعلا الراجل ده اتجوز بعد الطلاق والست او الست دي اتجوزت، معلش هو انا لو متجوزه واحد دلوقتي كان متجوز قبل كده هخليه يخرج مع طليقته وولاده؟ انا يعني مع ست برضه في الاخر المفروض ان احنا بقى لا احنا المفروض يعني ايه يا دكتوره مفيش مفروض فيها دي ايوه بس المفروض ان احنا علينا بدري ومهم قوي البنت اللي كانت بتسال عندها 32 سنه تتجوز ولا لا. هي لسه ما كملتش بس هتحاول تكلمنا تاني. مش عايزه نعرف بس اعمار اولادها. شوفي بقى عندها 32 سنه يعني اولادها حرام هي دون ال 10 سنين اكيد صغننين كويس وعندها 3. اقول لك انا بقى يا اختي علشان صحه ولادك اتجوزي مش بس عشانك انت، مش راح تتجوزي عشان مزاجك الخاص، انت خلاص ثلاث ارباع كيانها واضح انه رايح لاولادها. في حاجه اسمها في الدنيا فاذر فيجر اللي هو المثل الاب. لو الاب توفاه الله او كان من المنحرفين وربنا اكرم الطليقه وثابته الزوجه واتطلقت منه لازم والولاد بيتربوا يبقى قدامهم موديل للاب. صح. ده اللي بيشبعوا منه. ساعات يبقى الجد لو البنت مش هتتجوز وساعات يبقى زوج الام ربنا يعني يرزقك براجل كويس. اوعي تحسي بالذنب تجاه ولادك لو بتفكري تتجوزي وتدخلي راجل تاني معاكي يربيهم. الحاجة التانية الام اللي بتربي اطفال اتنين او تلاتة بالشكل ده لوحدها انا بشوف والله اعلم بيحصل لهم استهلاك بدري لانه مجرد ظهور الاب لو راجل طبيعي يعني مش سوبرمان ولا هو راجل منحل ومنحرف يعني مجرد وجود الاب بيشيل من على قلب الام نص الجهد ما له علاقه بالتربيه بالظبط. وقد يكون الزوج الجديد ده هو تعويض عن اللي انت كنت بتشتكي منه من شويه. وجود راجل ياخد قدام عينين الولاد يشوفوه بيتصرف وبيتعامل سواء بنات او ولاد مثل اعلى يعني لازم ننوه ليها ان هي لازم بقى تنتقي في اختيارها للزوج الثاني. تمام بس الفكره يعني الفكره مقبوله يعني يا استاذه نهال. طيب نجلاء من الاليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تعلي صوتك شويه مدام نجلاء لو سمحتي؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا مدام نجلاء. ماشي. بعد اذنك انا كنت انا متجوزه وعندي 3 اولاد. انا متزوجه ومعايا 3 اولاد. سامعينك. اسمعينا من التليفون بس لو سمحتي وطي صوت التلفزيون. ماشي. اتفضلي. اتفضلي يا نجلاء. المهم كنا عايشين انا وجوزي في حياه مستقره جدا وكويسه. وبعدين ربنا كرمنا وفي واحده عرفت جوزي وخدته واتجوز عليا وانا سبت البيت ورحنا وبقينا ما بيننا محاكم دلوقتي. هو دلوقتي عايز يرجعني وانا معايا 3 اولاد ولدين وبنت. هو لسه متجوز الثانيه؟ لسه متجوزه. يوم فرحه وضرب طلقه كده في الهواء مات موت واحده ودخل السجن. هو في السجن يعني دلوقتي؟ لا هو طلع بقى. طلع هو طلع من السجن. يفضل يخلي الاثنين على ذمته وراح للثانيه بقى. راح للثانيه هو عايز كنتوا الاثنين على ذمته. ايوه هو عايز احنا الاثنين. فاحنا بنقول له على اي ضمانات ليا مش راضي فمش عارفه اعمل ايه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. انت عايزه ترجعي؟ انا مش عارفه احنا قعدنا 8 سنين كنا كويسين وما كانش في اي حاجه. انت عايزه ترجعي ولا لا؟ طب احنا هنساعدها في انها تاخد القرار. طيب ما خدتش اجابه خالص على فكره. طيب اتفضلي يا دكتوره. هو الحقيقه يعني المراه عموما اكيد لما بتتجوز راجل بتحبه حتى لو اتجوز تقليدي جواز يعني مع الوقت بتحبه. تمام. يعني فالحقيقه يعني حبها للراجل ده بيديها باور وقدره انها يعني تحرك جبل من اجله لكن مستعده ان هي تدفنه تحت نفس الجبل لو خانها. يعني ساكته هي يعني عايزه ترجع. اوكي بس انا شايفه إيه؟ بس انا لا انا بوصف لا بس لا احساس مش المراه عندها في حالة الخيانة. ففي الحالة دي المرأة معلش انا اسفه للمقاطعة ده الست اللي بتحب
اللي حضرتك بتقولي عليها، انما الست اللي عايشه عشان البيت الحلو والولاد والدنيا ما انا بقول عادي يعني، ممكن تقول له سيب وارجع عادي. بس رايي انا كمان تمام، مش كل الستات زي بعض، القدرات مش كل الستات زي بعض يا جماعه، وملهاش دعوه بقى لحد غني ولا فقير ولا بتاع، فروق في ست وفي في الاثر في الشرائع وفي الادب والتاريخ قصص كتيرة قوي مفادها انه في ستات بتقدر وستات ما بتقدرش. يعني اختي الكريمة اللي بتتكلم دي خدي بالك لو كلمتنا بعد اسبوعين ثلاثة هتلاقيها رجعت له، يعني هي ترجع ولا ما ترجعش، عايز ترجع. وهي بتقول لك عايزة ضمانات، دي حاجة خاصة بيها يعني، هو السؤال اللي انت سألتي حاجة خاصة بيكي انت، عايزة ترجعي الراجل نفسه ان يرجعك والولاد وبتاع، مش عايزة براحتك، هي بتدور على ضمانات مش تقول له يعني عشان ما تعملش فيها كده تاني وبتاع. اقعد ما يعملش فيها ايه، هو هيخلي الاثنين على ذمته، ما هو الحل التاني ممكن يعني ضمانات لانه ما يجيش في لحظه ويتلاقي واحده ثالثه او رابعه او خمسه او يجيب الثانيه والاثنين بقى عليه يقول الاثنين عليه دلوقتي ايا كان، انما الشاهد هي شكلها ما عندهاش مانع وحقها ترجع. بس انا شايفه ان هي هيعود عليها ضرر نفسي كبير من ان هي ان هو يبقى فيه اثنين على ذمته. دكتور القياس بتاع الضرر ده قصاد الضرر اللي وقع عليها دلوقتي ايه؟ ايه الضرر اللي وقع عليها دلوقتي؟ نسالها هي، انما بتقول لك بتربي يعني لو ما كانتش هي في ضرر دلوقتي ما كانتش كلمتنا، انما عندها ثلاث ولاد بتربيهم لوحدها وفي تاريخها في ذاكرتها احنا عشنا مع بعض 8 سنين زي هي صعبان عليها ال 8 سنين يعني الضرر بتاع عدم وجوده وهي عارفه انه حي يرزق وعايش مع واحده تانية وكمان عايز يرجعها خليها تلينك على طول مع ال 8 سنين الحلوين هي صعبان عليها وعايشه بثلاث ولاد والله اعلم بقى ظروفها الماديه والاجتماعيه ايه اللي بيقول نفسكم بقى يعني خلاص. بس انا شايفه بصراحه لازم الست يعني مع التقدم التكنولوجي اللي موجود دلوقتي الفكر الشرقي ده اختلف اللي هو ظل راجل ولا ظل حيطه يعني الست ممكن يبقى عندها برضو باور ان هي تبني نفسها ومن نقط الفشل دي وفشلها في علاقه ممكن تبقى بني ادمه ناجحه جدا يعني الضربه اللي جالها تقويها ناجحه على مستوى شغل يعني وكده. طيب استاذن حضراتكم معانا وده هينعكس على اولادها. تمام ناخد تليفون هبه من اسكندريه. اسكندريه عندهم مشاكل كتير قوي النهارده على فكره مش يعني. صباح الخير يا هبه. صباح النور يا فندم. صباح النور. اتفضلي علي صوتك شويه. بقول لحضرتك صباح النور يا فندم. اتفضلي يا هبه. صباح النور. والله انا عايزه اشارك معاكم، كنت اولا منورين ودكتور ودكتوره منورين وحضرتك منوره. ربنا يخليكي. اتفضلي. الله يخليكي دايما متعلقين. والله انا هبه الو الو احنا سامعينك كويس حبيبتي، اسمعينا لو سمحتي بس من التليفون واقفلي صوت التلفزيون خالص. عيني حاضر دي واحده. حاضر معه النبي اللي يتصل بعد كده في صوت تمامي. اتفضلي. بقول لحضرتك والله انا عندي برضو مشكله. والله انا كنت متجوزه زيجي أولانية تمام كده، جبت منه انجبت اتنين، بس للاسف برضو حته الخيانه كنت قاعده معايا بره فخني لما دخلت عليه وشفته للاسف قام قايم وضربني انا يعني ضربني وهني وطلقني ورماني انا والولاد تمام. فانا بتمنى من كل زوج ان هو يتقي ربنا في في في, في زوجته في ولاده. انت المشكله عندك دلوقتي يا مدام هبه هو طلقك صح؟ للاسف طلقني وهو اللي غلطان يعني مش انا اللي غلطانه، ده هو كمان اللي غلطان. انا ضربني عشان انا شفته بعيوني شفته بعينيا تمام. بس للاسف اللي بيضيعوا الاولاد. انا عندي اثنين ضايعين للاسف، ما هي دي المشكله بقى. اما الاخت اللي هي بتقول لك ان زوجها خانها وبتاع، انا اتمنى ان هي ما ترجعش، بالعكس ده احتراما ليها وكرامة لنفسها ولولادها ولحياتها. تمام. وربنا موجود يعني ربنا ما بينساش حد لله. طبعا. طب هو تزوج؟ تمام. هو جوزك اتجوز دلوقتي؟ طريقك يعني؟ ثلاثة اتجوز طلق واتجوز وطلق واتجوز وجاب من جي عياله ومن جي عياله. هواية. للأسف. طيب. للأسف والله. وده نموذج وحش جدا 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 للرجالة طبعا مش كلهم، في ناس بتتقي ربنا يعني الحمد لله. تمام. بس انا طالبه مني خدمه حضرتك. اتفضلي. دكتور الله يخليكي، انا عندي ابني عندي مشكله، ابني دخل في سكه الادمان، بتمنى من الدكتور الله يخليه لو يقدر يساعدني. طب لو سمحتي ما تقفليش خليكي معانا، هنديكي رقم الدكتور حالا حالا، خليكي ما تقفليش. طيب كاميليا. الو كاميليا معانا. ايوه معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام مدام كاميليا، بتكلمينا منين؟ بكلمك من محافظه بني سويف. بني سويف. اتفضلي. دلوقتي انا خدت واحد يعني من بس كنا مثلا ناس فقرا شويه كده، ربنا عطاله 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 كتير كتير لدرجه انا خلفت منه ست معايا ست رجاله
وبنته واحده. خلفتي منه ايه؟ ست رجاله وبنت. خلفتي ست صبيان وبنت. بنت واحده معايا وعندي 65 سنه. اتجوز عليا 6 مرات ورضيت وبقت موافقه. دلوقتي بياخد بيوتنا وبيديها للبلطجيه. ما عاش دلوقتي بلطجيه علينا انا واولادي. والله والبلد كلها عارفه كده. البلطجيه كلها بتيجي على اولادي. مش عارفه اعيش معاه. سابني وقاعد عايش مع واد دلوقتي واخدها من كفر الشيخ. بتسلطوا على اولاده. كل ساعه يضرب فيهم، كل ساعه مش عايزهم، مش عايزهم، مش عايز اشوفهم. والله ما بيديني تعريفه حتى. بيديني فلوس. انت لسه على ذمته مدام كاميليا؟ على ذمته. عايزه تطلقي؟ لا يا امي، انت كبرتي يا امي، عايزه تطلقي زي من اول مصرفه. هو دلوقتي بعيد، ما بيجيناش، ما بيشوفناش. كل ساعه مودينا المركز، مودينا المحكمه. اخر حاجه اهي، اخر حاجه يقول لي اتنازليني عن البيت الكبير، لا خلي لك بنتك اللي ما معكيش غيرها، اروح المركز. وفعلا خد مراته عمل لها تقرير طبي وراح عايز يودي بنتي المركز. فانا مش موافقه ان بنتي تروح المركز. وتروح القسم، تروح النيابه. والله العظيم بيودي بنتك ليه؟ ليه بيوديها هناك؟ عشان انت مش راضي تنزليه على البيت؟ بنتي محترمه، بنتي محترمه، واولادي كلهم يعني موظفين وظائف عاليه. هو بيلفق لاولاده يعني تهم ولا ايه؟ والله العظيم بيعمل لهم تهم. وعارفه انا بكلمك دلوقتي، البلد كلها عارفه، البلد كلها عارفه انا عايشه ازاي. عايشه تعبانه والله. ونفسي نفسي اقابل الاستاذ واقف براس ست حريم. يتجوز ست حريم عليا وموافقه وسايباه، سايباه في حاله. بس وانت كنت بتعرفي بقى بالجوازات دول وبتسكتي؟ هو ده الغلط. بسكت ليه؟ طيب اروح فين بسبعه؟ طيب تابعينا مدام كاميليا. معلش ناخد خالد من المنوفيه، هنرد عليك يا مدام كاميليا. خالد، استاذ خالد. الو. وعليكم السلام. عليكم السلام. علي صوتك لو سمحت يا استاذ خالد. الو، السلام عليكم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام. ازي حضرتك وازي الدكتور؟ الحمد لله. اتفضلي. اتفضل. عفوا. الو استاذ خالد. الو، الدكتور لو سمحت. اتفضل يا بينا، مع حضرتك. انا مش عارفه اسمعك. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. حضرتك منور الدنيا والله. ربنا سامعينك يا استاذ خالد. اتفضل. والله البرنامج ما ينفعش من غير الدكتور والله. الله يخليك يا تحت امرك وامر. والله حضرتك اللي منور وبناخد منك احسن كلام. المشكله يا استاذ خالد، انا متصل عشان بس امسع الدكتور. يحفظك ويخليك. بس كده ما عندكش مشاكل؟ الو. صباح الفل. يا رب ما يكونش عنده مشاكل خالص. طيب نجوى من اسوان. السلام عليكم. عليكم السلام يا نجوى. انا نجوى من اسوان، عندي مشكله عايزه اكلم فيها الدكتور، وانا بحترمه جدا وبسمع له جدا. طب قولي لنا ايه المشكله؟ اتفضلي دكتور سامعك. ايوه يا ستي، بصي انا في صراع حاد في حياتي. انا حزينه جدا وفرحانه جدا، مش عارفه اوازن بين الاثنين. اولا انا كان عندي ابن 18 سنه توفى. بقاء لله. بقاء لله. كده بعد سنه اتقدم لي انسان يحبني جدا وطيب جدا ووقف معايا كتير وقال وتقدم لي. فالراجل ده عايز يساعدني باي طريقه، لكن انا من حزني على ابني مش عارفه اسعده. هو خلاص يعني شويه كده. سنك قد ايه يا نجوى؟ انا في اول الخمسينات. الولد توفاه الله امتى؟ من سنه ونص كده. بقاء لله يا حبيبي. بس هو انا كنت ارمله اصلا. معاكي اخوات الولد؟ معاكي عيال تانيين؟ ما عنديش غيره. فانا في حزني عشان يخرجوني اخواتي وناسي من السعاده. الراجل ده اتقدم لي ووقف جنبي وكتب كتابنا ورحنا عمره وكل حاجه. بس المشكله دلوقتي ان انا لا عارفه احزن على ابني ولا عارفه افرح من جوزي اللي بحبني جدا. لا عارفه احزن في عز سعادتي معاه ببكي على ابني، وفي عز معاه ببكي على ابني وهو بيسعدني. انا هموت. عايز الدكتور يقول لي اسعد ده ازاي واحزن على ده ازاي. مش عارفه. وهو انسان طيب جدا وعايزني انا اسعده زي ما هو عايز يسعدني. مش قادره. مش قادره يا دكتور. فارجوك قبل ما يجيني اي انهيار عصبي يقول لي اعمل ايه. هي ممكن تاخد رقم حضرتك؟ حبيبي انا عايزها هي اللي تسعدني. انا مش قادره اقدر. نجوى سعاده. يا استاذ نجوى سيبي لي نمرتك. ممكن تسيبي رقم تليفونك في الكنترول لو سمحتي؟ دكتور هيساعدك. هكلمك على طول. عينيا ليكي.
بقاء لله نجوى وطبعا تحتسبي عند طبعا ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا ممكن نرد على سؤال مدام كاميليا بس الاول اللي كان طبعا دلوقتي هي عايشه في مشكله كبيره يعني دلوقتي السبع ولاد عندها ست صبيان وبنت وابوهم وزوجاته كتير بيلفقوا لهم تهم وكل شويه جرجروهم في الاقسام ويقول لها لو ما تنزلتليش عن البيت كل شويه هيبهدل ولادها اللي هم ولاده. انسان غريب جدا يعني نعمل معاه ايه؟ دي مشكله شرطه. بالظبط دي مشكله شرطه مش مشكله. والله ما كنت عايزه اقول كده بس يعني انا كنت مستنياهم هم اللي يقولوا مدام كاميليا يعني يا حاجه كاميليا اخو رجاله عيلتك فين يجيبوه يقعدوا عندها سبع صبيان ست صبيان لا رجاله العيله الاب للصبيان لو الواد عنده 50 سنه في البلاد بتاعتنا احنا دي ما يرفعش عينه في ابوه. فالشرطه ورجاله العيله اخواتها وعمامها وخلانا خدتي بالك اللي هم الاهل الامر في البلد ويعملوا قعده عرب يشوفوا الراجل عايز ايه لانه واضح انه بيلوي دراعها عن طريق ولادها عشان تتنزل عمال. يعني لازم في قعدات في بتبقى قعده عرب يبقى في حد حكيم دايما. حاجه ثانيه قصه ست جوازات دي يعني هو نفسه عنده خلل لان حاجه ليها علاقه بالهوس مرض الهوس لعله يعني والله اعلم. تمام انا عايزه اقول حاجه بس في الجزئيه دي الرجل دايما عنده فكر ان هو لو لما هيتجوز يعني دايما ايه قبل ما بيمتلك المراه او قبل ما بيتزوجها بتبقى يعني المراه بتبرق فعنيه دايما زي ما بيقولوا بس لما بيتجوزها العين بتعتادها ف يعني البريق ده بيروح شويه. تعليق بس على النقطه دي بس ناخد نجلاء من اسكندريه. الو ايوه فندم السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي يا نجلاء. ايوه من فضلك كنت عايزه اكلم دكتور لو سمحتي. اتفضلي. الله يخليكي. دلوقتي حضرتك انا عندي ثلاث اولاد والولد الكبير بتاعي هو ولد ومتزوج بقاله خمس سنين هو اتجوز وهو عنده حوالي 23 سنه او 24 سنه واتجوز بواحده يعني هو حبها وسافر سافر الامارات وبعدين بعد حوالي سنتين خلفوا عندهم ولد دلوقتي عنده اربع سنين ودلوقتي ابني انا اللي حصل ان باباه توفاه الله من حوالي سنتين ونص تقريبا فحصل له ضرب نفسي شويه يعني حصل له ضرب نفسي قوي شويه لان هو الوفاه حصلت وهو بره ما كانش قاعد مع باباه ما كانش معانا هنا وبعد وفاته بحوالي اسبوع سافر على طول وكانت للاسف زوجته وابنه كانوا هنا في مصر يعني ما كانوش معاه فحصل له ضرب نفسي لدرجه ان اصحابه كانوا بيقولوا لي ان هو بيمشي في الشارع بالعربيه يقعد يعيط. اللي حصل بعديها بفتره صغيره بصيت لقيته بيقول انا ما بقتش احب مراتي وعايز اسيبها. مش عارفه ايه السبب يعني انا بدون اي سبب غير ان هو الدروب النفسي اللي حصل له ده وبلس ان هو شغله مش مستقر قوي هناك يعني هناك في عدم استقرار في الشغل شويه فبيقول لي مش عايز مش بقتش احبها ومش عايز اكمل معاها وطبعا انا صعبان عليا البنت لان قلت له دي بنت ناس واحنا مش بنشتري قميص ونقول خلاص انا ما بقتش احب واركنه فانا مش عاجبني طبعا الكلام واتناقشت معاه ورافضه الموقف بتاعه تماما يعني بلس ان انا مش ما انا زعلانه على حفيدي يعني حفيدي اللي عنده اربع سنين دلوقتي ده قلت له هيتربى ازاي هيطلع ازاي هيعيش ازاي دي حاجه انا معايا همها الحقيقه فمش عارفه اتصرف معاه ازاي او اعمل ايه معاه علشان يرجع عن موقفه او طيب. الراي بتاعه ده. مدام نجلاء تابعينا بس سؤال. هناخد معلش التليفونات أوكي. ونرد عليهم مره واحده أوكي. اسامه من المنصوره اهلا بيك استاذ اسامه. الو الو السلام عليكم. فندم عليكم السلام اتفضل. انا عاوز بس اسال الدكتور سؤال واحد بس اتفضل. دكتور دلوقتي لو الزوج اكتشف خيانه الزوجه وفي طفل عنده سنة ونص والزوجة يعني شكاية بكاية والزوج داق منها المرار هل ممكن يكمل عشان خاطر الطفل؟ هو اكتشف الخيانة وأهلها اكتشفوا الخيانة هل ممكن الزوج يكمل؟ تمام يا ريت رد هنرد حالا. تابعنا يا أسامة محمد من القاهرة. محمد قطع. طيب نرد الأول بس على نجلاء مدام نجلاء. اوكي يعني عندنا وقت نرد على الناس كلها عشان ما نزعلش حد. نجلاء نحاول بس ان
اللي هي ابنها طيب عايز ابنها عايش في دبي مش كده؟ اه الاول عايز كنت اسالها سؤالين، هو علاقه زوجة الولد بالاب ايه؟ يعني هو ليه رابط بين وفاه والده وبين ان هو عايز اكتئب. يسيب اكتئب. يعني هو بعد أوكي. فتره قال انا دي اول حاجه. الحاجه الثانيه علاقته لازم تسال مراته، يعني لازم تقعد مع زوجته وتسالها هي بتقول كانوا بيحبوا بعض يعني مفيش اي مانع، مفيش اي حد شخص جديد او صديقه جديده تقربت ليه مثلا عنده فاكرها مراته دلوقتي يعني. الولد ده تعرض لتروما صدمه. الصدمات ممكن اتنين يتعرضوا لنفس الصدمه، واحد تاثر فيه بحجم 10 وواحد تاثر فيه بحجم 1. واضح ان الولد اتاثر تاثر جامد جدا جدا، عمل له خلل في القياس. هو مش عارف دلوقتي يحكم على الامور مظبوط. اللي بيبقى عنده خلل في القياس اسهل حاجه عنده يعمل ايه؟ يجري من اي مسؤوليه ويهرب. لعل من اسباب انه مش عارف يعمل شغل كونسيستنت في دبي ولا في اي حته، يعني مكان ما هو موجود في الامارات، ان هو مهزوز. الهزه بتاعه التروما، في حاجه اسمها PTSD، مرض من الامراض عندنا، بسبب صدمه جامده قوي الواحد يقعد يفكر فيها ويفتكرها طول ما هو عايش، لدرجه انه ما يركزش في حاجه تانية. تمام. ويبقى زي ما قلنا عايز يهرب ويسيب كل مسؤولياته. ولا ده يتعالج. يتعالج يعني لو نصحني حضرتك نصحتيه يا فندم بانه يعدي زمايلنا واساتذتنا في اسكندريه ما شاء الله، يعني يقعد مع اي حد وياخد رايه، ياخد علاج او حاجه ان شاء الله بسيطه تظبطه، او ياخد مشوره من حد، لانه لوحده في الطل الولد شكله. بالظبط. ومراته لازم تفكر فيه على فكره. طيب هنرد على استاذ اسامه، بس ناخد جمال من اسيوط. استاذ جمال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ جمال. انا عايز اكلم الدكتور في موضوع خاص جدا شويه. اتفضل. لا مش ممكن. مش عايز تقول على الهوا؟ لا. طب خليك معانا وهنديك رقم الدكتور. حاضر شويه. ها؟ انت مش عايز تقول مشكلة على الهوا؟ طب ما تقفلش خليك معانا، هناخد رقمك حالا نديه للدكتور. طيب معانا تليفون. ايمان من كفر الشيخ. الو. ايه السلام عليكم. ايمان. عليكم السلام. علي صوتك شوية. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. عندي مشكلة دلوقتي، كان معايا ولدين، واحد تاني اعدادي وواحد في سته ابتدائي. وجوزي دلوقتي عايز يتجوز عليا. حصلت مشاكل بين البيت وبعضه، بين سلايفي واخواته، وبعدنا عن كل المشاكل ديت. هو مسافر في السعوديه على طول، ما بيجيش الا شهر كل سنه، يعني في السنه شهر واحد. وحاليا دلوقتي يا فندم عايز يتجوز. هو احنا بينا وبين بعضنا يعني كنا كويسين الاول، بس تدخل اخواته في النص هو ده اللي عامل المشاكل كلها. تدخل اخواته هو اللي مخليه عايز يتجوز يا اختي؟ هو اللي عامل المشاكل. لا هو حاطط ان هو فكر الجواز عشان خاطر يا فندم ان هو يعني عايز يدوق طعم الجواز مع واحده ثانيه. لا يا ست الكل، هو عايز يتجوز في مصر ولا في ال 11 شهر اللي عايده في السعوديه؟ يعني لا، ده هو ناوي ينزل وهيقعد يتجوز هنا في مصر، وهيسيبكم انتوا الاثنين هنا في مصر ويروح 11 شهر لوحده ويجي. بس انا رافضه الفكره. انا رافضه الفكره ان انا استمر معها. لا لو رافضه ما هو حقك يا بنت الناس. طبعا. طيب ايمان طبعاً. هو بيقول لي دلوقتي انا مش شايف فيك عيب، وما فيكيش اي عيوب، وما فيكيش اي حاجه، وما فيكيش اي حاجه تخليني ان انا اتجوز عليكي. بس انا ما هو شايف كده مش واخدك معاه في السعوديه ليه؟ مش عايش معاه هناك ليه؟ هو عايز يجرب يعني يتجوز واحده ثانيه. العقليه عايز يجرب. هو هي دي الكلمه انا حلوه الحمد لله. ماشي يا ايمان تابعينا. طيب مديحه. الو. السلام عليكم. من فضلك انا كنت عاوزه تليفون الدكتور عشان عايزه اتكلمه في موضوع خاص. طيب حاضر، ما تقفليش، احنا هنوصلك بالدكتور. بس مالي معروف ارد على اخويا اللي بيقولوا اكتشفوا خيانه الزوجه. اسامه. ضروري. بيقول اكتشف خيانه الزوجه عن في طفل عنده سنه ونص، واهلها عارفين كمان ان هي خانته. ايوه يا اسامه، على قد ما انا شفته من خبرتي في الدنيا من ناس شفتهم كتير قوي، شافوا ان زوجاتهم حصل منهم تجاوزات كانت بسيطه او قويه حتى، والحياه استمرت بعد كده. فافصل الموضوع ده، القصه ليها علاقه بانك عندك القدره. القدره دي عايزه قوه بقى رجالي جامده جدا على التسامح والارتقاء فوق الفتره دي في الحياه ولا لا. احنا يا ابن الحلال كل الناس بيغلطوا، وفي غلطات طبعا، عن غلطات بتفرق، وربك هو الستار. ساعات بيتكشف غلطه وبتاع والناس بتتدخل. انا شفت ستات بعد الغلطات اللي زي دي تحولوا 10 سنين فما فوق الى ملائكه على الارض. تعامل جوزها احسن معامله بما يرضي الله، وتعامل ولادها كويس، وتتقي ربنا في حالها. ان موضوع ان واحد يكتشف ان مراته حصل منها حاجه وبعدين يسامحها ويكمل ولا لا، ممكن ليها علاقه بانت عايز ولا لا،
والست بقى تصرفاتها يعني ناوية على خير ناوية على بتاع، والخيانة كانت ازاي وليه، موضوع محتاج يتفصل. طيب. بس اجابتي يعني مش عمياني، ست حصل منها حاجة يبقى خلاص. معلش وايمان هرد عليك بس ناخد بس التليفونات عشان الناس ما تستناش. سهام من القاهرة، مدام سهام. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. كنت عايزة اسأل حضرتك. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. الدكتور من فضلك ممكن ابقى اعرف نمرته او هو ياخد نمرتي، لان في عندي مشكله كده عاوز اساله فيها. طيب حضرتك خدي نمرتي. بس ممكن اقول المشكله دلوقتي بسرعه؟ قولي قولي. اتفضلي. عندي ابني 17 سنه، يعني هو يعني فاتت السنين عمري كلها ما قدرتش احقق اللي انا كنت بتمناه فيه. ما لعبش مثلا رياضة اللي أنا كنت حابه إنه يلعبها، السنين فاتت كده بسرعة. هو ده عنده 16 سنة. والده مسافر على طول في الخليج، وأنا طبعا لوحدي هنا معاه، فحسيت إن هو فجأة في السنة دي هي مفروض آخر سنة في الدراسة ابتدى يتغير، يعني عارف بقى أجريسيف جدا في المعاملة، دايما مش عايز يقعد في البيت طول الوقت، مش طايقه. معاملته مش كويسه، صوته بيعلى كتير. وبعدين طبعا ابتدى شويه طبعا حكايه الولاد الاصحاب السيجرتس والشيشه والكلام ده. مش قادره اعمل كنترول، مثلا اقول له لا ما تنزلش. انت عندك ولد مراهق مش عارف تتعاملي معاه بالظبط. الرول موديل اللي هو الفادر. السؤال بقى، الرول موديل اللي بتقولي عليه يا سهام، هو بابا بيتصل بيه على طول سكايبي؟ بيتصل بيه على طول وعن طريق سكايب والحاجات دي، بس الفكره انه يعني مش قدامه على طول، هيك عارف بيقعد طول الوقت بره، يجي في اجازات بسيطه. طيب. طب ناخد معلش المداخلات كلها الاول. امه الله القاهره. ايوه اتفضلي يا امه الله. لو سمحتي يا دكتور، انا مشكله شخصيه ان انا كان عندي اعراض كانت بتجيلي، المهم وفي وقت متاخر رحت لدكتور زي حضرتك، فالمهم كان بيديني علاج، قال لي ان الموضوع ده اكتئاب. المهم ان انا الموضوع ده جالي مثلا، كنت مثلا في رحلة الحج وكنت مبسوطة جدا في بداية الرحلة، وبعد كده جالي نزلة برد شديدة، جالي بعد كده الموضوع اعراض ضيقة وخنقة وكده، فبقيت في صراع بين ازاي ان انا الحالة دي عندي وانا في بيت ربنا، وكنت تعبانة جدا. المهم بعد كده لما رجعت خدت علاج، وبعد كده استمرت عليه مثلا بتاع 3 شهور ووقفته. المهم الموضوع ده كان من 2012. المهم لقيت الدكتور تاني، رجعت له اكتر من مرة فبيعيد لي العلاج. المهم اخر مرة قال استمر عليه مدى الحياة. وبعدين صراع بيني وبين ازاي ان انا بذكر ربنا، ازاي ان انا بقرأ قرآن، بحفظ كده، وبعدين قال بفكر الله تطمئن القلوب. المهم راح قايل لي ان طيب. مرض زي اي مرض. بس عندك كم سنة؟ عندك كم سنة يا امة الله؟ عندي 51 سنة. اول مرة يجيلك اكتئاب كان عندك كم سنة؟ انا ممكن كان يكون عندي من زمان بس معرفتوش الا متأخر. يعني خدتي بالك ان نفس الاعراض دي كانت موجوده ولو بنسبه أيوة. بسيطه من حاضر. كان نفس الاعراض. طيب. عليكي سريعا. طيب. رد سريع قوي. مش حضرتك المشكله دلوقتي في ان انا العلاج اللي انا باخده اللي هو كويت باكس 25 من جرام والاسترال 50. فالمهم ان انا اما باخده انا طبعا بشتغل، فبيعمل لي عمليه خمول خالص وانا في الشغل. طيب. وبعدين بحاول خايفه ان انا اوقفه مثلا حتى يوم ويوم، خايفه وبعدين مأثر على علاقتي. والله هرد عليكي. حاضر ماشي. معلش هناخد المداخلات كلها ثانية. دكتور معلش تقدري تظبطي العلاج على انك تقدري تروحي الشغل، علاج مدى الحياه وارد جدا لو بتتكلمي في عدد من سنوات معين بحجم اعراض معين. ساعات بنمشي مدى الحياه لانه بيبقى زي السكر اللي بيبقى ناقص فيه الانسولين لازم اخده من بره. لو ما خدتوش يجي لي اعراض. كذلك بعض انواع الاكتئاب المزمن بتاخد علاج مدى الحياه بسيط جدا، ما بيبقاش منه اضرار تقريبا خالص. تمام. فما فيش مشكله، الدكتور بتاعك مديكي علاج مظبوط ويقدر يقلل لك الدواء اللي بينايم. انا بس مش هقدر اتكلم على اسامي ادويه على الهواء. ممكن نديكي رقم الدكتور طبعا في الكنترول. محمد من مطروح. محمد قطاع. وحيد من القاهره. كتير قوي تليفونات مش عارف نرد. حرام يعني. عايزين نرد. وحيد معانا. وحيد معانا يا جماعه. عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن من المحله. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. انا مشكلتي كبيره بس انا هختصرها عشان الناس اللي بتتصل برضه. طب لو سمحتي سريعا بس يا ام عبد الرحمن عشان بس الضيوف يعرفوا يردوا على حضرتك عشان وقتنا. ماشي. انا عندي 32 سنه. 2 وكام؟ كان معايا. عندك 32؟ كان عندي طفل عنده 9 سنين. بس اتخطف واتقتل وانا ما كانش معايا غيره. والقاتل خد 15 سنه. مش عارفه انا طلعت في كل القنوات مش عارفه تسمعوا عنها ولا لا الحادثه. بس انا مش عارفه اعيش. زوجها فين؟ زوجها فين؟ مش عارفه اصبر. اهدي اهدي لو سمحتي اهدي بالراحه بس. زوجك فين؟ جوزي انا منفصله بقالي 12 سنه. ولما انفصلت قررت ان انا اعيش لابني ده بس. بس اتوفى. انا حوالي سنتين ونص. بس انا مش عارفه اعيش. ماليش حد. بقالي سنتين ونص. ايه بتقولي؟ بقالي سنتين ونص متوفي. ام عبد الرحمن طب ايه دي؟ انت مطلقه؟ منفصله. مطلقه بقالي 12 سنه. وما اتجوزتيش تاني ليه يا ست الكل؟ ما اتجوزتش. لا انا وهبت حياتي لابني. طب ليه ما بتفكريش يعني يعني ماشي ربنا اخذ وداعته منك. ليه ما بتفكريش يا ام عبد الرحمن حضرتك اهدي بس شويه. ليه ما بتفكريش تبداي حياه جديده؟ مش عارفه اجيب غيره. مش هعرف اجيب غيره يا ام عبد الرحمن. لو سمحتي النهارده روحي لحد من الاطباء النفسيين علشان انت محتاجه علاج بسرعه جدا. كل ما تستني تتعبي اكتر. حبيبتي اهدي بس واسمعي الدكتور بيقول لك ايه. اهدي بس لو سمحتي اهدي. انت محتاجه دواء ان شاء الله ربنا يجيب منه الشفاء. الشفاء مش يعني ابنك هتنسيه. ربنا يجعله من اهل الجنه ويبقى سبب لكلك الجنه. والبنت موتت ربنا لو كانت يا بنت الناس ده كله موتت ربنا. استهدي بالله يا بنت الحلال. انت في خلال 5 ل10 سنين ان احيانا الله وارد جدا يبقى عندك بيت وفيه عيلين ثلاثه ممكن والولد ده من اهل الجنه ويبقى سبب دخولك الجنه. الاحاسيس اللي عندك دي احاسيس مرض ان شاء الله لازم تاخدي لها علاج ولكل داء دواء. ما تكبريش وتفضلي سايبه نفسك كده. هيجي لك امراض عضويه ثانيه مترتبه على الاحساس اللي عندك. والله رحت للدكتور ناس تاني. رحت 2 و3. روحي تاني يا ماما معلش قدر الله. ما تيأسيش يا ام عبد الرحمن. معلش لازم القران يا ام عبد الرحمن. الا بذكر الله تطمئن القلوب. مش عارفه. ام عبد الرحمن سيب لنا رقمك في الكنترول من فضلك. المشكله دي معلش عايزه قويه يعني. هي قويه. ربنا يصبرك. محمد من هنا. حجي من جنى. اتفضل. لو سمحت عايز اتصل مع الدكتور احكي له شفت انت تعبان وكنت عايز اشكي للدكتور على اعراض معينه كده عندي. مش عايز تقولها على الهوا؟ انا كنت تعبان كنت اساسا باخد ترامادولات وحاجات كده تعبان وبطلت فتره. طب رجعت ثاني. سيب رقم يا دكتور. على راسي. سيب رقمك يا استاذ محمد. حازم. حازم من البحيره. حازم معانا. ايمان من المنصوره. ايوه. ايمان علي صوتك. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا قولي يا ايمان. عندي بنتين. ايوه يا فندم. انا مطلقه من 25 سنه وعندي بنتين. كبروا الوقت وتخرجوا من الجامعه. فجيت بنتي خدت ماجستير من كليه التربيه ما شاء الله. ايوه ايوه حبيبتي كمان. اتجوزت واحد عراقي وسافرت معاه. وبعدين وبعدين هو قال ان هو هناك هيجيب لها شقه وعش وكده وينفصل عن عيلته لان الجامعه بتاعته في اربيل. ففوجئنا ان هو الحكومه هناك ادت له منحه وكده. فهو خد المنحه اداها لوالدته ورفض انه يعمل لها بيت وقال لها انا فلاح. هو من قريه تبع كردستان وقعدت معاه في بيت العيله واتبهدلت جدا جدا. وحضرتك سامعاني؟ جوازات الاغرب بقى اثر الزواج. الو. ايوه يا فندم سامعينك. اتفضل كملي السؤال. ايه يا مدام ايمان؟ السؤال دلوقتي ان بنتي اتبهدلت معاه جدا وهي عندها اكتئاب. فقدرنا بالحيله ان انا قدرت بالحيله ان انا ارجعها هي وبنتها الصغيره وهي معايا دلوقتي بقى لها حوالي سنه. وهو دلوقتي يعني بترجاني انها ترجع وانا مش عايزاها ترجع لان البنت حالتها نفسيه تعبانه. وفي الوقت نفسه قاعده في بيت عيله واحنا هنا في المنصوره قاعده في المنصوره نفسها. ما احنا في الارياف يعني. وانا متعلمه معايا ليسانس حقوق. هو ضحك علينا وقال لك لا انا لا يمكن اجر في السوران او في اربيل شقه
لان انا راجل فلاح لازم اعيش في القبيله مع مراتي وبنتي مش فلاحه، بنتي مش واخده على العيشه اللي هي اللي هي قاسيه طبعا، لان في اخوات. فين السؤال؟ فين المشكله؟ بيت بخيل جدا. ترجعه لها ولا تخليها؟ ترجعها ولا لا يا مدام ايمان؟ ترجعها ولا لا يا مدام ايمان؟ يوفر لها بيت في مصر ويعيشوا فتره هنا وفتره هنا. لا صعبه قوي الكومبرومايز. هو راجل عشائري وقبلي وقال ده مستحيل لازم تعيش معاه. احنا عايزين نوفق بين الفكرين. هو بيقول لا مش هينفع. انا مش فاهم السؤال. السؤال هي عايزه ترجع البنت. نعم عايزه ايه؟ اولا أنا الجدع ده شكله اصيل جدا جدا وبر بامه وابو حفيدتك او حفيدك، يعني الموضوع مش بالبساطه دي. شوفي البنت وهاتوه اقعدوا وحاولوا توصلوا لاتفاق ما ليه علاقه بهيعززها ازاي ويستتها ازاي هناك. يعملها ازاي؟ هي مش عايزه تعيش في بيت عيله، هي دي مشكلتها الوحيده. اتكلموا معاه بس خدي بالك هم هناك احنا الصعايده هم هناك اضربي في 100. ما انا فاهمه يعني فندم، بس يعني برضه هيقول لك هتقعد في بيت عيله غصب عنها وتقعد تخدم فيه وكذا وكذا. ايوه القصد لو راحت فتساله وتتكلم معاه. طيب شكرا يا مدام ايمان. فاطمه اسكندريه. ايوه يا حبيبتي اتفضلي يا مدام فاطمه. حاضر انت على الهوا ووطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر يا جميل. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. اهلا يا حبيبه قلبي. اهلا اتفضلي. سلام ليكي وللدكتور. انا عايزه اقول للدكتور حاجه. بالله عليك يا دكتور، انا اتكلمت كل برامج التلفزيون، انا صرفت على ابني اللي ورايا واللي قدامي وبعد كل اللي ورايا والله العظيم يا دكتور، حتى بقى الشقه بتاعتي والعفش والعيال دي وكان بيشتغل شغلك كويسه قوي تبع البترول كويس وتفضل. هو بيشرب يا دكتور دلوقتي، انا عملت كل المستحيل معاه خايفه ينتحر او لما بيشوفني بيبقى انا هربانه منه. بالله عليك يا دكتور، انا وضيت كل المستشفى خلصت اللي معايا، عايزاه يتعالج. حاضر. طب روح يا دكتور يتعالج. بس انا ما تقفليش إيه يا دكتور، معايا العلاج بتاعه شويه يا دكتور. مدام فاطمه كل مستشفى، كل مستشفيات اسكندريه وديته فيهم في سليمان وفي العجمي والعلوبيل، ووديته مصر في العبور، خلص اللي قريب قدامي. بالله يا دكتور نفسي. طب الدكتور هيساعدك. ممكن ما تقفليش لو سمحتي، هنديكي رقم الدكتور وسيبي نمرتك لو سمحتي في الكنترول. طيب معلش احنا عايزين بس عشان الوقت نرد بقى على الاستاذه اللي كانت من كفر الشيخ من شويه كده، كانت بتتكلم ان جوزها دلوقتي عايز يتجوز عليها، هتعمل ايه؟ لا هي يعني هي قالت انا رفضت. حضرتك قلت لها من حقك. من حقها ترفض طبعا. طيب لان الاذى النفسي اللي هيعود عليها. ايوه مفيش حاجه يا جماعه انتوا يعني على فكرة. شرعا وقانونا الراجل اللي عايز يتجوز هيتجوز، وشرعا وقانونا الست اللي مش عايزه تقبل ما تقبلش. لا تقبل الراجل. بس هو الفرق في ان في راجل راجل وفي راجل مش قوي. يعني انا عايزه اقول حاجه. الراجل الراجل لما بيتجوز على مراته او بيقول لها وبيطلعها الى اخره وتقول له لا مش عايز اقعد، ما بيتاخرش عنها في اي حق من الحقوق اللازمه الواجبه شرعا واجتماعيا عرفا. يعني موضوع ان واحد يتجوز وان يقول لها لو ما فضلتيش على ذمتي مش هصرف عليكي ولا على العيال وهبهدلكوا، يا اما هاخد الولاد، ده من الكفار مالناش دعوه بيه، استغفر الله يعني بهزر. انما الراجل لو راجل هيتمم اللي عليه تجاه مراته. فانت حقك بس اصبري بلاش استعجال، لان كتير قوي يستعجلوا في موضوع عزه النفس والكرامه وكذا ويروح الراجل يعمل اللي في دماغه وتيجي هي بعد سنتين ثلاثه تقول ما انا مش كنت اقعد احسن واصبر شويه لعله كان ساب الثانيه ورجع لي ودي كانت تبقى نزوه. فاصبري بس شويه. لا معلش انا بختلف معاك. الثانيه مش دايما نزوه بس ماشي. هو الحقيقه ايه الثانيه مش دايما نزوه. الثانيه اللي هي الجوازه الثانيه. الجوازه الثانيه لا معظم الجوازات الثانيه نزوه. لا مش دايما. ايه اللي بتقوليه ده يعني ازاي؟ لا انا ما بشجعهاش خالص. معظم الجوازات الثانيه نزوه. ما اقعدش انا على يعني الامل ده واعشم نفسي ان هي تطلع. لا كتير قوي بيقعدوا وبتكبر بقى في دماغها وتقول لك هرجعه يعني هرجعه وهجيبه تاني وتشوف ايه النواقص اللي عنده وتروح تطلع عين التانية دي وتعمل حركات. طب وليه احارب انا عشان واحد خني اصلا؟ ليه احارب عشان واحد خني؟ عشان بيت وعلشان عيلين ثلاثة اربعة. طب هو ليه وعلشان بقى لها 10 سنين واكتر عماله تبني في الكيان ده؟ ما هو الزوجه ليها في جزء يا جماعه. هيفضل قاعد بقى عشان اللي هي في الكيان معايا كده ليه برضو؟ يعني بس اصبروا بالله يا شعله، اصبروا بالله. ليه مش شعله يا دكتور؟ انا ما بحبش الاهانه. الاهانه ليه يا جماعه عمل كده؟ لما بتقف جنب جوزها 10 سنين يقول لك احنا عندنا سلو بلدنا، الراجل لما ربنا يديله يتجوز على مراته كويس. فالسؤال بقى وربنا بيديله هو لوحده ولا اداله علشان كان في واحده سنداه؟ علشان كان في واحده سنداه ورزق الاولاد دول يقوم ايه؟
الست مش بالسهل تفرط في اللي بنيته، ده اللي انا بقوله يعني. تمام. طيب العقليه دي بتخليها حتى لو هي بتتحرك. لا لا مش بحرك يا دكتور في الجزئيه دي حقيقه. انت بتحرضي على الطلاق يا دكتور؟ لا انا مش بحرض على الطلاق. انا بحرر. ربنا يجعلنا من السطارين. ان الست لازم، لا انا والله ما بحرضش على الطلاق. ما زلنا بالفكر برضو ان يعني عمار البيوت وان احنا نحافظ على البيوت، بس الست بني ادمه برضو، والضرر النفسي اللي بيعود عليها من انها تشوف جوزها بيتجوز وكل المشاعر اللي كان بيديها لها بتنتقل لواحده تانية، ده احساس مميت. ما تكلميش بقى التكنيكاليتيز عشان شكلنا هنشبط في بعض في اخر الحلقه. مش هنشبط ولا حاجه، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في ستات بتعمل كالاتي، ويمكن دي برضو من الشكاوى اللي جات لنا على الفيسبوك، ان بتبقى هي جوزها مثلا ربنا اداله فلوس بعد فتره وكده وبقى معاه فلوس كتير. اول حاجه هي علشان هي بتفكر في ده، فبتفضل ايه ترهق فيه ماديا طول الوقت. قص ليش طول تقص بالظبط كده، تقص طول الوقت. فهو بيحس بده يعني، هو برده مش غبي يعني، هو بيحس ان هي طول الوقت بتقصقصه، فبالعند فيها هيروح يتجوز. بس رساله للازواج، هي برده زي ما انا قلت لحضرتك من شويه، السيده قبل ما بيتزوجها بيبقى ليها بريق معين. يعني اغلب الازواج اللي اتجوزوا الجوازه الثانيه لقوا ان الضريبه اللي بيدفعوها ان هم خسروا شريكه حياتهم الاولى، وكمان ممكن بيبقوا بيخسروا احترام نظره يعني اولادهم ليهم. ده بيخليه بعد وقت، والبريق بتاع بقى الزوجه الثانيه بعد الوقت بيروح، بيلاقي ان هو نفس الحكايه خلاص. طب شعوره بيها بيبقى زي شعوره برضو بالاولاد. عشان كده الراجل اللي بيروح بتاعه سعيد راح اتجوز ست ثانيه، دي قال لك انا هفضل عايش في البريق على طول. هبعته لحضرتك عشان تعالجه. اللي عايش في البريق ده كل شويه دي بريق ايه يا ابو بريق ده؟ يعني ان هي تحاول تخلي البريق متجدد من وقت للتاني. طيب احنا للاسف وقتنا انتهى. الحقيقه استفدنا جدا من وجود حضراتكم معانا النهارده. بعتذر للساده المشاهدين اللي اتصلوا النهارده وما عرفناش ناخد تليفوناتهم. احنا ردينا على كل المكالمات اللي جات لنا، وفي ناس ما عرفناش، ان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله هنرد على حضراتكم. نورتونا وبشكر حضراتكم. شكرا جزيلا دكتوره شيرين درديري استاذه علم النفس السلوكي، شكرا يا فندم. وبشكر ايضا ضيفنا دكتور عمرو يسري استشاري طب النفسي. شكرا. ربنا يحفظ. ممكن اقول كلمه للثانيه؟ اللي قلت لهم يسيبوا تليفونهم انا هكلمهم النهارده، اللي خدوا تليفوني معلش كلموني بكره عشان النهارده انا قاعد مع العيال. بكره كلموا الدكتور عمرو. ونوعدهم طيب. ان شاء الله نعمل لهم حلقه عن التوحد باذن الله، لو قريبا بالظبط قريبا باذن الله هنعمل حلقات. ابعتوا لنا بس على فيسبوك.